يقول السائل: هل من نصيحة للشباب للإقبال على حفظ القرآن في هذه الأيام، خاصة أن أكثرهم يقضي الوقت على الفيسبوك ولا يجيد قراءة القرآن فضلا عن حفظه؟ يقول: يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ الذي عند الشباب يجب أن يستثمره في طاعة الله عز وجل. كل يوم اقرأ لك جزءا أو جزئين من كتاب الله، وإذا بالإمام المسجد أو إذا كان عندك كتاتيب اقرأ عليه صفحة صححها واحفظها أو نصف صفحة. فإن الإنسان إذا حفظ آية من كتاب الله كأنما تصدق بجمل، وآيتين كناقتين، كما ثبت في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل.